السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي رزق محمود جالو من دمياط، من مدينة دمياط، من المدينة نفسها. ربنا سبحانه وتعالى من علي بمواهب كتير جدا، منهم الشعر والرسم والنحت على الخشب والتشكيل بالصلصال، كل شيء. وبكتب شعر أغاني، بكتب شعر عمي وفصحى وكل شيء. والحمد لله عندي أسرة كاملة، أولادي كلهم ورثوا مني نفس الشيء. يعني أنا كنت بمثل دمياط أنا وأولادي في زمن من قريب، من 25 سنة، من 20، ما كانش في حد في دمياط غيرنا الحمد لله. كان قصر الثقافة كان بعثنا نروح في ضيوف ولا حاجة، ما فيش، كان حد، كانش حد موجود في التوقيت ده غيرنا خالص في دمياط. وولادي كلهم معاهم شهادات، كلهم شهادات تقدير وجوائز على مستوى الجمهورية عدة مرات. مثلنا دمياط في كل مكان، ورحنا التلفزيون المصري كله، وكل تلفزيون استضافنا الحمد لله. وعملنا شغل في ساقة الصاوي وفي كل المنتديات وفي كل الحفلات، وحضرنا كل الحفلات الرسمية والغير رسمية في دمياط. وما زال أنا مواصل في كل حفلات، حضرت في كل شيء الحمد لله. وعملت 2 ديوان شعر، واحد اسمه شعر النيل السعيد، وواحد اسمه الأرض زهقت من البشر، وعملت مجموعة قصصية اسمها الحلال المكروه. وعندي أعمال تعمل 20 كتاب، وعندي أعمال وأنا بكتب رباعيات صغيرة كده، يعني ممكن كمان لوحدها تعمل لك كتابين ثلاثة. وأقدر أعمل كل شيء بفضل الله يعني. وعملت أغاني للمرشحين، كل نواب دمياط لما بيجوا في أثناء الانتخابات والحاجات دي بعمل لهم، وعملت الأغاني بتاعتهم، وكانت بتنال إعجاب الجميع، وبتعمل شغل كويس جدا مع المرشحين. ومسكت اشتغلت في مدير لجريدة مصر اليوم شوية كتار، بس طبعا وقتي بالنسبة لشغلي ما كانش بيسمح ان انا استمر في عمل الصحافة وكده. واشتغلت في تونس في جريدة اسمها جريدة الصباح، اشتغلت برضه كاتب وعمال ورسام كتير، واشتغلت هنا في الجرايد المحليه في دمياط رسام كاريكاتير وشاعر. كنت ده عمل فني من الخشب، خدت عليه جوائز كتير، اشتركت كتير في معارض كتير في القاهره وفي سيد الصاوي وفي اسكندريه وفي دمياط. هنا اشتركت فيه في كذا معرض، خدت عليه جوائز كتير قوي. ده حفرية، ده بالخشب السويد، ده حاجة جميلة جدا. ده برضه من ضمن الأعمال الفنية اللي الواحد ربنا من عليه بيها، وكان عندي موهبة كتير. ده حاجة هوريكوا دلوقتي برضه التشكيل. وانا هنا برضو حاجات صغيره ايه عاملها الصلصال، حاجات كده كنت يعني الاطفال. انا كنت بحب دايما ان انا اسال الاطفال واعلمهم ازاي يعملوا حاجات صغيره، صلصال صغيره، يعملوا حاجات يعني اشكال حيوانات. يعني عندك ارنب هنا، تعبان، افا، جمل صغير، في جرو كلب اهو، وهنا شخصية حتة صغيرة ممكن تعمل راجل وبنت وكل حاجة. بقطع 60 صلصال صغيرة، ده حاجات أنا بحبها وكنت أتمنى. وبحاول أعلمها للأولاد الصغيرين اللي هم أحفادي وأولاد قرايبي والناس كتير. أنا برضو تعرض عليا إن أنا أدرب في مكتبة مصر وأعمل ندوات، بس انا وقتي ما بسمحش الحاجات دي. يا رب تعالى والله، ولي احنا
دلوقتي برضو يعني في واحنا بنسجل كده واحنا بنتكلم كده في صورة جت في ذهني يعني شخصية معينة برسمها يا رب تعجبكم. والرسم ده برضو من البداية معايا ده يمكن من بداية حياتي بعد التشكيل بالصلصال والطين والطمي والحاجات دي أنا بدأت أرسم. رسمت عدة شخصيات رسمت كل الشخصيات تقريبا ودي شخصية جت في دماغي دلوقتي فأنا برسمها يعني برسمها بطريقة سريعة وسهلة إن شاء الله تعجبكم. هو شخصية الرئيس ياسر عرفات ده كان يمكن الجيل الصغير يمكن ما لحقهوش ده كان رئيس فلسطين يعني شخصية معروفة رمزيا حتى باللبس اللي هو اللبس الأهلي بتاعه اللبس بتاعه بتاع الرمز فلسطين ده يا رب تعجبك. يعني هي مش معمولة بتقنية عالية هي حاجة سريعة الصورة كلها على بعضها ما خدتش مني أكتر من دقيقة أو نص. الشعر بقى يعني انا عملت اكتر من 300 قصيده وعملت اعمل اكتر من 10 15 ديوان. عملت ديوانين واحد اسمه النيل السعيد وواحد اسمه الارض زيت من البشر. عملت مجموعه قصص اسمها الحلال مكروه وانا يعني بفضل الشيء السريع اللي هو ياكل مع الناس على طول نخش على الصفحات والجروبات والفيسبوك لان انا شايف الناس معلش بتحب ده. وعملت قصايد انا بشتغل في الشعر ده حياتي يعني. عملت لمصر طبعا حاجات كتير يعني من اهمها ان هي قصيده اسمها مصر دايما للامام مصر جامده مش كلام مصر دي ام البلاد مصر دي ارض السلام يعني مهما اختلفنا مهما صرنا او وقفنا حضن مصر برضو كافي يمحي أحزاننا وخوفنا مصر أمي حتة مني حاجة عايشة جوا دمي مهما تقسى ولا تنسى مش هتبعد برضو عني مصر ابني وابن ابني مصر شعري مصر فني مصر هي الأولى دايما غصب عنك غصب عني. ده جزء من القصيدة. وعملت تاني حاجة كمان حاجات كتير كتيرة يعني عامل أكثر من 30 قصيدة مصر. وعملت حاجة تانية بتقول أنا مصر واسألوا عني التاريخ البعيد عدوا فيه كم شهيد اسألوا عنا الحضارة والدنيا كانت في الظلام كنا للدنيا منارة وكل عصر وفيه كلام اسألوا عنا الصعاب افتحوا أول كتاب اسألوا وإحنا الجواب اسألوا مين موحد القطرين اسألوا خوف صانع الأقران اسألوا طاع حسين خاطر الظلام اسألوا السباعي شهيد الأقلام وهكذا يعني هي قصيدة طويلة شوية. وعملت لدمياط طبعا عملت حاجات كتير لدمياط يعني أنا عامل قصيدة الأعلام دمياط بتقول ياللي بتسأل عن دمياط صل على المختار الهادي واشرب من ايد الشربات واسمع مني تاريخ الباني
ده مشرفك من الحياه. بنت الشاطئ بنتها صابي وابو فاشا ويا الكفراوي زادهم فكر العلم العالي. يعني قعدت ماشي بالسرد، وطبعا وابو فاشا وفاروق شوشه وشوق ضيف، يعني حوالي ذكرت فيها اكتر من